السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار الأخيرة من قناة السعودية، والبداية بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان أمير دولة الكويت بذكرى اليوم الوطني لبلاده. سمو وزير الخارجية يؤكد أن المملكة بذلت جهودا كبيرة في محاربة التطرف والإرهاب. طيران التحالف يستهدف تعزيزات لميليشيا الحوثي بمحافظة الجوف ويكبدها خسائر جسيمة. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعبي وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسموه ولحكومة وشعب دولة الكويت الشقيق طراد التقدم والازدهار. وأشاد أيده الله بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة مماثلة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. استقبل رئيس الحكومة بالمملكة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني في الرباط رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ والوفد المرافق له. وجرى خلال الاستقبال أشاد رئيس الحكومة المغربية بمواقف المملكة الثابتة والمستمرة تجاه دعم المملكة المغربية، منوها بدور خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهم الله في دعم القضايا العربية والإسلامية، مؤكدا دعم بلاده لمواقف المملكة الرامية لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أدان دولته والسلوك الإيراني العدواني في المنطقة رفض بلاده لدعمها الميليشيا الحوثية الإرهابية في اليمن وممارستها التي تتنافى مع مبادئ القانون الدولي. من جهته أشار رئيس مجلس الشورى إلى أن تبادل الزيارات سيسهم في تعزيز وتقوية العلاقة الثنائية بين البلدين. كما أكد رئيس مجلس الشورى أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وشقيقتها المملكة المغربية تحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والملك محمد السادس، مما يؤهلها لآفاق أكثر اتساعا وتطورا ونموا يشمل مختلف المجالات. جاء ذلك خلال جلسة مباحثات مشتركة في مقر البرلمان المغربي بالعاصمة الرباط مع رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي. وأشار آل الشيخ إلى أهمية التعاون المشترك بين مجلس الشورى ومجلس النواب للمساهمة في رفع مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستويات أعلى، وبما يعزز ترابط الشعبين الشقيقين. رأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية وفد المملكة في افتتاح الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، وألقى سموه كلمة أوضح فيها أن المملكة تتصدر الدول المانحة في تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية. تحرص المملكة العربية السعودية على إرساء الأمن والسلام وحل النزاعات ودعم الشعوب والمجتمعات من خلال المدارات والبرامج التي تقود إلى دعم التنمية المستدامة ومشاركة المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة ومنظماتها المتعددة لتحقيق الأهداف الإنمائية وخلق فرص كريمة للعيش ومكافحة الكوارث والأوبئة والخاطر التي تهدد البشرية. تتصدر المملكة الدول المانحة في تقديم المساعدات والإنسانية والإنمائية. أقادت المملكة العديد من المبادرات لحل النزاعات بين الدول، وتسعى جاهدة لحل كل النزاعات التي تواجه الشعوب والدول، خصوصا في هذه المنطقة التي تعاني من محاولة بعض الدول زعزعة الاستقرار والتدخل في شؤونها. ولفت السمو أن المملكة بذلت جهودا كبيرة خلال السنوات الماضية لمحاربة التطرف والإرهاب. بذلت المملكة جهودا كبيرة خلال السنوات الماضية لمحاربة التطرف والإرهاب، واتخذت كافة التدابير والسبل لانتزاع بذور هذا الفكر القائم على القتل والتدمير، ليس على الصعيد الوطني فقط بل على المستويين الإقليمي والدولي. وتؤكد المملكة على أهمية التصدي لهذه الآفة
والتنديد بكل من يقوم بدعمها ماديا أو معنويا، سواء كانت داعمون دولا أم منظمات أم أفراد. ولا يمكن هنا أن أقفل ما تقوم به بعض المنابر الإعلامية من دعم لهذه الأفكار وتأصيل وجودها في المجتمعات بحجة حرية الرأي والتعبير لزعزعة أمن واستقرار الدول والمجتمعات. لقد نصت المواثيق الدولية على قيود مشروعة لحرية الرأي والتعبير، وهي احترام حقوق الآخرين وسمعتهم، وكذلك حماية الأمن القومي والنظام العام والصحة والأداب العامة. ولذلك لا يمكن قبول سب وازدراء الأديان والثقافات الأخرى تحت مظلة حرية الرأي والتعبير، أخذا في الحسبان أن ذلك يؤدي إلى بث خطاب الكراهية والذي يقود إلى انتهاكات حقوق الإنسان. أكدت وزارة الصحة أنها تواصل التنسيق مع وزارة الصحة الكويتية لعلاج المواطن السعودي الموجود حاليا في الكويت والذي أصيب بفيروس كورونا بعد عودته من إيران، حيث سيبقى في الكويت لحين شفائه وستتم متابعة حالته وفقا للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية. كورونا لم يصل إلى مرحلة الوباء، تطمينات جديدة أكدتها منظمة الصحة العالمية على لسان رئيسها، كاشفا أن الإجراءات بالغة الصعوبة التي اتخذتها الصين لمكافحة فيروس كورونا الذي ظهر أواخر العام الماضي حالت على الأرجح دون إصابة مئات الآلاف بالمرض. ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس في الزيادة، فالسلطات الصينية سجلت 150 حالة وفاة و409 حالات إصابة جديدة. هذه الإحصائية الجديدة وثقت عدد من قضوا جراء هذا الفيروس ليبلغوا 2595، في حين بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة أكثر من 77,000 حالة. دايجو رابع أكبر مدن كوريا الجنوبية، تزايدت عزلتها بعد تسارع وتيرة الإصابات، ما دفع الخطوط الجوية الآسيوية والكورية لوقف الرحلات للمدينة. سيول حذرت من انتقال العدوى إلى عموم أرجاء البلاد بعد أن سجلت حتى اللحظة 833 مصاباً، ما يجعلها أكبر بؤرة للوباء خارج الصين. هونغ كونغ أصدرت تحذيرات حمراء بشأن السفر إلى كوريا الجنوبية بعد تزايد حالات الإصابة هناك. السلطات في هونغ كونغ كشفت عن إجمالي عدد الإصابات الذي بلغ 79 حالة بعد تسجيل 5 حالات إصابة جديدة. وزارة الصحة اليابانية أعلنت وفاة ثالث شخص من ركاب سفينة دايموند برينسيس السياحية الخاضعة للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا قبالة اليابان، وتأكدت إصابة أكثر من 20 أجنبيا تم إجلاؤهم من السفينة بعد عودتهم إلى بلدانهم، وسمح لنحو 1000 راكب بمغادرة السفينة هذا الأسبوع بعد ثبوت عدم إصابتهم بالمرض. في أوروبا تحركات على أعلى المستويات لمناقشة أفضل السبل للتعامل مع انتشار وبائي محتمل للمرض في القارة، بعد أن أعلنت إيطاليا إصابة 219 شخصا في عموم البلاد بكورونا. التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ترك الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في الرياض عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الألماني نيكولاس لوبيل والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين في الجوانب الرياضية وبحث إمكانية التعاون فيما يسهم بشكل فعال لخدمة شباب البلدين. كما التقى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة سفيرة الرياضة بوزارة الخارجية الفرنسية لورانس فيشر وسفير دولة فرنسا لدى المملكة فرانسوا جويات والوفد المرافق لهما، وتم خلال اللقاء مناقشة جوانب التعاون الرياضي والبرامج الفاعلة في هذا الإطار خلال الفترة المقبلة. النشرة انتهت، وهذا تذكير بأبرز العناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان أمير دولة الكويت بذكرى اليوم الوطني لبلاده.
سمو وزير الخارجية يؤكد أن المملكة بذلت جهودا كبيرة في محاربة التطرف والإرهاب. طيران التحالف يستهدف تعزيزات لميليشيا الحوثي بمحافظة الجوف ويكبدها خسائر جسيمة. شكرا على طيب المتابعة، نلقاكم على خير وفي أمان الله. We'll be right back.